شكلت وفود من الهلال الاحمر السوري للتواصل مع هذه الاسر واطلاعها على ما تم اعداده من اعداده وتوفيره من كافه الصياغ والوسائل والاجراءات التي اتخذناها على وجه السرعه لتامين هذه العوده الامنه لهم وتدرس لجنه الاغاثه العليا توفير كافه مستلزماتهم واحتياجاتهم الحياتيه بعد عودتهم ومنها تامين مراكز اقامه كريمه لهم